ايها ولد عمي، القضيه كانت مكحله، دابا زادت تكحلات من مور ما خرجت المحكمه الدستوريه الاسبانيه بهذا القرار، بهذا الحكم اللي عنده علاقه نعم بالافراغ، بالاخلاء، عنده علاقه بالايجار، نعم بالكره ولد عمي، بالكره بالكره. المحكمه الدستوريه الاسبانيه الاربع اللي فات جات بهذا الحكم، جات تلغي بعض المواد اللي كاينين في القانون الاسكان، نعم القانون الاسكان الكاتالوني. ايها ولد عمي، شنو قلت لكم؟ ماشي بزاف، قلت لكم باللي هاد القوانين ماشي حلول، القانون ديال الاسكان ماشي هو الحل لهذا المشكل ديال السكن. قلت لكم الحل الوحيد هو، نعم هو البناء، هو البناء ديال السكن الاجتماعي، السكن الاقتصادي. الدولة هي اللي خص توفر لنا السكن، هي اللي خص تخدم على هذه القضية، هي اللي خص تلقى لنا حلول، ماشي موالين ديور، موالين ديور نو. انا بداري ندير اللي بغيت، نكريها اللي من بغيت وبالثمن اللي بغيت. انت كدولة ما تقدريش تجي وتحكمي ليا في السكن ديالي وتفرضي عليا شي مسائل اللي ماشي قانونيه. ايها ولد عمي، ايها ولد عمي، دابا شنو غادي نديرو بهاد الناس؟ شنو غادي نديرو بهاد العائلات؟ رغم ان هاد القرار ما غاديش ياثر على هادوك اللي كارين، هادوك اللي كيتواجدوا في هاد الحالات، ما غاديش ياثر عليهم من هنا لقدام. بالي من هنا لقدام هاد الناس هادو اللي كانوا فارضين عليهم هاد الشهادة اللي لغاتو المحكمة، من هنا لقدام كاينه شي حالة من الحالات قدروا يرفعوا عليهم دعوة او يجريو عليهم، نعم يجريو عليهم. حتى لدابا ولاد عمامي كانوا كيوحلوا، نعم اذا كانوا كراو ليك او غدا مور غدا جابتك ما عندكش بشنو تخلص، كانوا كيوحلوا، ما كانوش قادرين يجريو عليك، ما كانوش قادرين يلجؤوا للقضاء باش يخرجوك. نو نعم، هاد القانون هذا كان كيفرض عليهم انهم هما اللي خصهم يقدموا لكم الحل، والحل نعم هو السكن الاجتماعي. ايها ولد عمي، السكن الاجتماعي بثمن رمزي او لمدة 7 سنين، وقبل ما تسالي هذيك 7 سنين ب4 شهور، اذا انت باقي كتواجد في حالة ضعيفة تبتي لهم باللي باقي كتواجد في حالة ضعيفة، بزز منهم يزيدوا لك عقد اخر ولا عقد اخر الاخوان ديال الكره لمدة 7 سنين اخرى. تلغى هادشي، تلغى المحكمة الدستورية الإسبانية لغات بالضبط، نعم الإخوان، سبعة مواد من هذا القانون الكتالوني. حنا غادي نركزو غير على المادة 1 فاصلة ولا 1.3 والمادة 11. اسمعوا لي مزيان أولاد عمامي، كيف قلت لكم هاد الشيء غادي يأثر على الناس من هنا القدام. أما اللي كيتواجدوا في هاد الحالات عندهم شي كرا من هاد الطال وكوال، ما غاديش ياثر عليهم هادشي من نهار اللي تصدر الحكم القدام. بالي اسمعوا ولد عمي، باش ما نطولوش عليكم بزاف، نمشيو نشوفوا هاد المادات. الغت المحكمه الدستوريه القانون الكتالوني الذي يلزم البنوك وصناديق بتقديم الايجار الاجتماعي قبل الاخلاء. كنتكلموا على البنوك وعلى الشركات، نعم ملاك الكبار، نعم فندوس بويتريس. ايها ولد عمي، هادو وعلاش المحكمه الدستوريه الغات هاد المادات؟ حيت نعم لجأ ليها البيبي الحزب الشعبي، هو اللي استأنف، هو اللي مشى المحكمه الدستوريه، كان باغي يسقط هاد القانون كامل ولكن غير سقطوه، نعم ولا سقطوا الاخوان غير جزء منه، كنتكلموا على 7 ديال المواد اللي سقطتهم
المحكمة الدستورية. علاش؟ حيت سيدي نعم هنا المحكمة الدستورية كتقول لك ويشير إلى أن قاعدة 2022 تتعدى على صلاحية الدولة، صلاحية الدولة. إيه هاد المواد كيتعدوا على صلاحية الدولة. فالي هنا غادي نطول عليكم بزاف. ألغت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء جزءاً من القانون الكتالوني لعام 2022 لوقف حالة الطوارئ السكنية التي أجبرت أصحاب المساكن المساكن الكبيرة مثل البنوك أو صناديق الاستثمار على تقديم بديل الإيجار الاجتماعي للمدينين قبل رفع دعوة الإخلاء. أيها ولد عمي فين هي؟ باش ما نطولش عليكم هنا كنتكلموا على المحكمة على المادة 1-3. هاد المادة كانت كتلزم هنا التي ألزمت المادة 1-2-3 التي ألزمت البنوك وكبار المساهمين الإسكان مثل صناديق الاستثمار لتقديم اقتراح الإيجار الاجتماعي قبل رفع دعوى قضائية سواء للمطالبة بالدين الرهن العقاري أو الإخلاء. نعطيكم غير واحد المثال باش ما نطولش عليكم بزاف. أنا كبنك نو منحت لك رهن عقاري غدا مرغدا ما قدرتيش تخلصو وقفتي أعلنتي على حالتك كحالة ضعيفة vulnerable. أيها العمي البنك ما كانش نعم يقدر يجري عليك، كان خصو هو اللي يمنح لك سكن اجتماعي. أيها العمي الشركات نعم الملاك الكبار تهما نعم الملاك الكبار اللي عندهم بزاف ديال الديور كارين ليك كلشي هو لك كتخلص مزيان، ولكن وصل واحد النهار انت اللي ما نعرف مثلا بقيتي بلا خدمه ما عندكش مدخول نعم حتى انت ايه وليتي حاله ضعيفه ما عندكش ما بقيتيش كتخلص هذه 500 ولا 600 ولا 700 اورو ديال الكرام. ايه هذاك مول الدار هاد الملاك الكبار ما كانوش قادرين يجريو عليكم نعم ما قادرينش يجريو عليكم وما يقدروش يلجؤوا للقضاء يرفعوا عليكم دعوه ديال الاخلاء ما يقدروش نعم كان نعم ضروري عليهم ولا بزز عليهم هما يوفروا لكم سكن اقتصادي ولا سكن اجتماعي. ايها العمي ثمن رمزي ايه العقد ديال الكرا حيت انت كاري على الملاك الكبار ايه 7 سنين او ملي تكون قربتي سالي لك هذيك 7 سنين هما ايه خاصهم يزيدوا لك 7 سنين اخرى في حاله قبل ما تسالي الكونترا باربع شهور ايه بينتي لهم باللي انت باقي في حاله ضعيفه اي تبتي لهم قبل ما يسالي لك العقد ديال 7 سنين الاول ايه باربع شهور تبت لهم باللي انت باقي في حاله ضعيفه خاصهم يزيدوا لك 7 سنين اخرى. ايها ولد عمي هادشي اللي الغات المحكمه الغات 1-3 الماده 1-3 اللي كانت كتلزم هاد الناس طاطاطال زائد نعم الماده 11 تجديد العقد. كيف قلت لكم هنا هناك نقطه اخرى مهمه الغتها الدستوريه الغتها الدستور المحكمه الدستوريه وهي الماده 11 التي ألزمت أصحاب المنازل الكبيرة هؤلاء بتجديد عقد الإيجار الاجتماعي مرة أخرى للأشخاص أو الوحدة العائلية الذين يثبتون أنهم مستمرون في تلبية متطلبات الاستبعاد السكني. نعم فوالا ولد عمي دابا القضية أنهم ما يقدروش يلجؤوا المحكمة يطالبوا بالإخلاء سالت يقدروا يجريو عليكم فالو العمي. وهذه القضيه عاود اللي كيف قلت لكم القضيه انهم بزز منهم كان خصهم يجددوا لكم العقد حتى هي هذه الماده 11 تلغات 7 سنين اخرى في حاله تبتي لهم باللي ايه باربع شهور قبل باللي انت راه باقي كتواجد في حاله ضعيفه. باي 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 يا ولد عمي.
اي فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ لا فهمتوا، راه بزاف ديال الناس هادشي ما كانوش عارفينه. بزاف ديال الناس تلقاهم حاله ضعيفه مساكين وكيخرجوا طالو كوال، ما كانوش كيمشيو نعم لهادو الخدمات الاجتماعيه ولا سميتهم سوسياليز باش يعلنوا على حالتهم كحاله ضعيفه وزيدوا زيد يكون عندهم تقرير وطالو كوال باش في حاله انهم كارين على طالو كوال ما يقدروش يجريو عليهم. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش القانون، ما كيعرفوش على هاد القوانين و كيخرجوا مساكين وطالو. أيه ولد عمي هادشي اللي كان، هادشي اللي كان في هاد القانون هذا، ولكن قلت لكم هادشي تلغى. ايه هادشي غادي يأثر غير على من هنا لقدام، هادوك اللي كيتواجدوا في شي سكن من هاد سميتو ونقولوا نطبق عليهم هادشي هذا، ايه هادوك دوك غادي يستمروا طالو كوال بالي ملي كملوا العقود ديالهم، راه ديك الساعه عالم اخر بالي. ولد عمي ماشي انت اللي كتواجد دابا في هاد الحاله حيت طبق هاد القانون صافي غيجيو عليك يجربوا. نو انت عندك العقد ديالك صافي، انت كتواجد في هاد الحاله، انت راه مفرين لك عقد سكن اجتماعي هاد الناس ولمده كذا، ملي تسالي داكشي ونشوفو. بالا ولاد عمامي تحياتي لكم، حتى شي بداو ان شاء الله. قلت لكم نعم الحل ماشي هو القانون، بالي الحل هو ان الدوله تلقى لينا حل، الحل ديال بصح هو البناء ديال السكن وتسالت الحفله.